الهدف من الصلاة إنك تكون في محضر الله، ومع إنه وضعوا مواعيد محددة شو المشكلة؟ يكررون الجمل عشرات بل مئات بل آلاف المرة، فالصلاة بدافع كان أن يراهم الناس. يعني هو مش غلط هذه الصلوات، لكن الدافع من جوا أنه صارت شوفوني يا ناس، فتحولت إلى شيء غلط. صلاة المؤمنين هي للرب طبعا مش للناس. ليس المهم الصلوات المنمقة، لكن الأهم شو هي حالتك الداخلية. الكتاب بيعلمنا أنه نصلي بالروح، نصلي بالإيمان، نصلي بنقاء وطهارة القلب. بعلمنا أنه الصلاة هي مش مجرد فرض ولا واجب ديني، لكن هي تعبير عن المحبة، عن العلاقة، عن الشركة، عن الاقتراب إلى الله بقلب صادق ونية صادقة. سأواصل حديثي بعد قليل.